ايه يا عم، ده انا حفظت ده الكتاب، عاوز كتاب تاني. يلا انا براجعه مره ثانيه. وربنا حفظته ده مرتين، وربنا لو يفشلني الاستاذ ما يحصل. طيب ده المخ طاهر، ما هيبقى طاهر يا عم. وربنا حفظته ها مره ثانيه عشان احفظه. يا ولد والله بالك لي شوية طف ام هذا الجوال. والله عندكم مقلوب. ويا اليوم احفظ ام الكتاب ذا كام ولا بقي شيء. ولا شيء. اليوم جبت وقلت لها راس، لا راس هذا الكتاب والله راح احفظه كله. تخزينه لا راسه. ايوه. ابي اخزن شوية وبعدين نذاكر. اخزن انا شوية. لكن سهل هذا والله انه بسيط. ايوه اللي درسنا لسه والله انه سهل. وهذا والله انه بسيط والله. وهذا انا عايش بالاختبار انا متاكد. ولا ادب حاله تسمم والله انه حافظ له هذا. بالعلاقه الشمسيه هذا اسهل شيء اخذ فيه. وهذا شيء ذاكره الصبح. وهذا عن برشم. وهذا والله انه بسيط. وهذا والله انه ما عايش بالاختبار. سهل كل شيء سهل.